ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الآية بداية على الكلام في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا منهم المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يبتغون يقصدون الله ورسوله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. من شهد لهم؟ أولئك هم الصادقون، الله تبارك وتعالى. فهذه الآية تبين شرف المهاجرين، كما سيأتي الكلام على أن المهاجرين قبل الفتح وبعد الفتح فرق بينهم، كذلك الأنصار الذين كانوا قبل الفتح وبعد الفتح فرق بينهم، لكن هذا على المجمل.